السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ويانا الصانع الألماني بورشا كاين اس كوب الفيس ليفت الجديد، هو الجيل الثالث. راح نشوفه إن شاء الله نفصل الفيديو هذا مع بعض، بس مو العادي بعد يكون الكاين اس. حياكم الله، راح نشوفه إن شاء الله. في البداية كالعادة لا تنسون أخواننا المرابطين في غزة، الله ينصرهم، يحقن دماءهم عاجلا غير آجل، اللهم آمين. اكثروا لهم بالدعاء في الأيام الفضيلة هذه، عسى الله يفك عوقهم في أقرب وقت عاجلا غير آجل، اللهم آمين. سعر الفئة اليانا اليوم اللي هي الكاين الأس كوب، الكوبي قصة الكوبي من الخلف، يكون 36900 دينار كويتي ابتداء. راح يطلع لك الحين تحويل العملات الاخرى، هذا اليوم 37697 دينار كويتي. ليش؟ لان بورشا الكويت عندهم موقع الكتروني تقدر تعدل اي سياره تبيها وتخصص اي سياره، بحيث انها تكون كل سياره مختلفه عن الثانيه، اي بورشا كاين مختلف عن بورشا كاين الثاني. فمثلا هذا هو الكاين الاس، وهذا الكاين العادي الكوب العادي مو الاس، مكينة العاديه 6 سلندر. هذا الليون اليوم اللي هي مكينة الـ V8 الجديدة 8 سلندر. في البداية خلونا ناخذ جولة سريعة عن السيارة من كل صوب، ونكمل بالمواصفات بعد ذلك إن شاء الله. خلونا نشوف المحرك، والمحرك الجديد على فئة الاس. الاس الفئة هذه كان تنزل 6 سلندر توين تيربو، الحين خلوها V8 ثاني مرة، والمحرك يكون V8 4 لتر 474 حصان توين تيربو و600 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل الحركة يكون 8 سرعات من ZF، والسرعة القصوى محددة إلكترونيا 273 كيلومتر في الساعة. تتسارع السيارة من 0 ل 100 في 4.7 أجزاء من الثانية. ونظام الدفع يكون نظام دفع رباعي مستمر للعجلات، لكن تكون في معمارية الدفع الخلفي، فالمحرك جاي بالطول. سيارات بورشا بشكل عام تجي في خطفين لتثبيت السيارة، أو تثبيت عفواً الكبوت على السرعات العالية، ما يهتز وياك الكبوت ويطلع لك اهتزازات نفس السيارة الثانية، لأنهم يستخدمون ألمنيوم خفيف. صرفية الوقود اللتر واحد من البنزين يمشيك 9.4 كيلو، وسعة خزان الوقود تكون 90 لتر، فبحسبة بسيطة راح يمشيك قرابة 846 كيلو. طبعا مو شرط تعطيك الأرقام هذه، على حسب ظروف القيادة، ويفضل أنك تعبيها 98 بورشا كاين اس كوب، فيكون هذا القصة الرياضية الفاست باك نسميها الخلفي. أول شيء هذا هو شكل مفتاح من بورشا، عندك الشعار مضيء إذا في حال فتحت أو قفلت السيارة يعطيك إضاءة. أيضا السيارة تأتي في تعديل كامل، تقدر تعدل على السيارة من كل شيء حرفيا بمعنى الكلمة. إذا دشيت موقعهم راح تشوف بشكل كامل التعديلات اللي تقدر تعدل عليها. من الأشياء اللي صارت ستاندر أو تنزل بشكل قياسي على السيارات الفيس ليفت الجديدة اللي هو الماتريكس LED، مثل ما تشوفون هذه LED بالكامل تكون ماتريكس. الماتريكس يعني شنو؟ نفس المعادلة الرياضية الموجودة، الماتريكس تكون جدول. هذا شو يسوي؟ يلغي الإضاءات على السيارة المعينة، مثلا في السيارة في أمامك وأنت فاتح العالي، فما راح يطفي العالي، لا، يلغي الإضاءة الموجودة في الجزء المتوهج على السيارات الجاية باتجاه المعاكس، ويعطيك إضاءة جدا ممتازة وما يجهر بالأمام، وأيضا يعطيك إضاءة قوية على الشواخص المرورية، وفي حال أنه في مكان مظلم وفي مكان مضيء راح ينور لك المكان المظلم بشكل جدا ممتاز. والHD Matrix طبعا ما ينزل، إذا كنت طلبته بالHD Matrix راح تقدر تغير الإضاءات. هذه الإضاءة ممتازة جدا، فيها 18000 بكسل، كل بكسل كل إضاءة على حدة يعني 18000 بكسل، فيعطيك إضاءة جدا ممتازة، وأيضا يعطيك قابلية في إلغاء الإضاءات بشكل جدا ممتاز وسلس. وبورشا طلعت السيارة هذه الكوب سنة 2019، يعني نزلت الجيل الثالث منها سنة 2017 كموديل 2018، ونزل 2019 إصدار الكوبي في معرض شنغهاي أعتقد سنة 2019 شهر 4. فصار عندنا قصة الكوبي المعروفة، النافس الـ X6 ومرسيدس GLE كوب
بورشة كاين يتوفر في إصدارات جدا كثيرة، منها الكوبي ومنها العادي الكوبي، منها إصدارات أيضا كثيرة، صار في إصدار جديد اللي هو إي هايبريد، وأيضا في الإصدارات الجديدة من ناحية التيربو موجود أيضا ما شاء الله يصل إلى 700 حصان. تخيل 700 حصان على سيارة SUV. مثل ما نشوف بالأمام عندنا الإضاءات تغيرت بشكل جميل جدا مثل ما قلت لكم، راح نشغلها إن شاء الله. وعندنا هني شترات نفس الشترات مثل ما تشوفون حق الانتر كولرز، بحال ما يحتاج المحرك التبريد الهواء اللي مو لازم فيسكر شترات عطيك انسيابية هواء أفضل. حتى تحت موجود مثل ما تشوفون الشترات هذه، وأيضا بالأمام موجود عندنا حساسات أكيد موجودة مخفية بشكل جميل. وهذا هو شكل إضاءات اللي بالأمام مثل ما تشوفون، الإشارة موجودة تحت بالأسفل موجودة هني. هذه هي الإضاءة قوية جدا ما شاء الله، عدسة واحدة فيها العالي والواطي، أيضا أربع عدسات أو أربع أشكال Running Daylight أو Daytime Running Light DRL. أيضا عندنا بصمة البورشة موجودة داخل هنا مثل ما تشوفون، وهذا هو شكله من بعيد، صراحة شكله جميل. وطول قاعدة عجلات تكون 2895 مليمتر، الطول الجمالي للسيارة 4930 مليمتر، ارتفاع السيارة على الأرض يكون 1678 مليمتر. ومقاس الإطارات اللي أنا اليوم تكون من هانكوك 255 55 20 إنش، ممتازة صراحة، يعني فيها بروفايل مرتفع 55. وشوفوا حجم الفرامل ما شاء الله تبارك الله، بورشة معروفة طبعا، ما في أي تنازلات من ناحية القيادة الرياضية الجميلة جدا. مثل ما تشوفون بالأمام عندنا الدبل وشبون، صراحة غريب أول مرة أشوف شكل كذي. هذا هو نظام التعليق الدبل وشبون بالأمام، ويكون متعدد الوصلات بالخلف، وبالخلف يكون مختلف مقاسه 265 45 أصغر بالبروفايل 20 إنش. هذا هو المكان المختلف عن البورشة الكاين العادي اللي هو قصة الكوبي أو نفس التصميم الكوبي. هذا عندنا هنا في سقف بانوراما عملاق، راح نشوف إن شاء الله من الداخل. شوفوا فتحة اللي يدخل الهواء هنا، انسيابة هواء جميلة جدا للجناح الخلفي، ما يحتاج حتى انهم يحطون مساحة، فيقولون ان الهواء راح يجرف الماي ويسوي نفس المجرى كذي، والتيار الهواء يسحب الماي وينزله. شوف الخطوط التصميمية على الجنب هنا، في هنا التفخة هذه البولج جميل جدا، معطيها حضور جميل الكتف هذا. وهذا هو البورشة كاين اس كوب من الخلف، عندنا كشاف الضباب موجود بالاسفل، كواد اكزوز، عوادم مزدوجة يمين ويسار رباعية، عندنا اكيد حساسات موجودة، اللون الاسود موجود على الكفر اللي تحت، وايضا الاضاءة المتصلة هوية بورشة الجديدة مع كلمة بورشة موجودة بالنص، موجودة على عن طريق 3D، كان فيها بروز جميل جدا مثل ما تشوفون. ايضا عندنا كاين اس الكلمه هذه، تقدر حتى تخفيها من المواصفات، تخيل تقدر تشيل الكلمه هذه، كل شيء حرفيا تقدر تغيره. عندك الجناح هذا تقدر تطلبه كاربون، في نفس الديفيوزر بالاسفل صغير، ثم في واشر للتنظيف الكاميرا الخلفيه مثل ما تشوفون صغير، تنظف الكاميرا في حال انها اتسخت، تنظف المساحه الزجاج الامامي، تنظف بشكل تلقائي من الخلف. تب تفتح عندك زر تفتح دبه من هنا. مساحة التحميل الخلفية تصل إلى 592 مليمتر، في ستانلس ستيل هنا حماية اللي في حال إنك حطيت أغراض ما راح تخدش بسهولة. أيضا عندك شبك للأمتعة هنا تقدر تحفظ الأغراض هنا داخل، عندك ليت LED قوي، والستارة هذه تقدر تشيلها في حال إنك ما احتاجت الستارة هذه، تعطيك سعة أكثر. السيارة موجودة فيها Air Suspension فتقدر تنزل السيارة، أساس يسهلك إنك تشيل أغراض وتنزلها عن السيارة. عندنا بالأسفل هنا يكون الإطار الاحتياطي، تقدر تنفخه وتستخدمه، طبعا يكون إطار احتياطي مؤقت داخل مثل ما تشوفون. تبي تسكر الدبة عندك الزر هذا، تقدر تقفل السيارة أو بس تسكرها. عندك هنا عدة سلامة تفتحها موجودة داخل. خلونا نشوف البورشة كاي من داخل، طبعا تخلي مفتاح بجيبك، تدخل ذكي بدون مفتاح، فقط تجي تحط يدك على أربع أبواب موجودة تفتح بشكل تلقائي مثل ما تشوفون، على أربع أبواب موجودة، منظرة موجودة على الباب مو موجودة على اللي هنا على أساس تقليل الضوضاء، وأيضا يعطيك رؤية أفضل. شوفوا هنا في الزجاج الزايد هذا، في ناس تقول ليش ردوا الزجاج المثلث هذا، لا هذا ما ردوا، هذا على أساس يعطيك رؤية أفضل نافذة أكثر للطرق، يقلل النقطة العمياء قدر الإمكان. عندنا هذه فيها تعتيم تلقائي مثل ما تشوفون، فيها تعتيم تلقائي ما يعطيك توهج على السيارات اللي جاية بالخلف. عندك ليت LED ممتد على
المنظره بالكامل. وايضا تقدر تطلبها باللون الاسود والاشياء هذه كلها موجوده بالموقع داخل. في حال انك نطبت شوي عن السياره ما فتحتها راح تقفل من نفسها هي تفتح الباب. وهذا هو الباب والمواد اللي جودتها جدا عاليه. عندنا الجلد مع التطريز الجميل والبيانو بلاك مع البرشت الومنيوم. هذا الومنيوم حقيقي مصقول بشكل جدا جميل مثل ما تشوفون. ايضا لون الاسود والاحمر موجود عندنا. طبعا بورشة تتميز باللون الاحمر، لون جميل جدا عند بورشة. وايضا هنا يكون جلد مواد جودتها عاليه. وعندك هنا مكان للتداخل في نفس الخام هذا اساس تقليل الضوضاء في حال انك حطيت اغراض ما تطلع لك صوت الازعاج هذا. ايضا عندنا بصمه بورشة موجوده مثل ما تشوفون، بروجيكتر، سماعات، نظام سمعي من بوز جميل جدا. وعندنا العتبات الخارجيه سيلفر تكون كاين اس، والسيارة تنصنع في سلوفاكيا مثل ما تشوفون. والمقاعد بشكل كهربائي بالكامل، حتى موجود فيها الدعم هذا مثل ما تشوفون يمتد بالكامل دعم الركبة. وايضا عندنا نقطة نية الظهر موجودة بالكامل هنا. المقعد جدا مريح ما شاء الله، في شعار بورشة موجود فوق تقدر تطبعه وتطبعه فوق. عندنا فتحة سقف موجودة عملاقة بالسقف ما شاء الله. خلينا نشوف السيارة من داخل نشغلها. عندنا زر التشغيل يكون على اليسار، هذه لها قصة تاريخية من بورشة اللي يعرفها أتمنى يذكرها تحت. خلينا نشغل السيارة. ما شاء الله. أول شيء عندنا المقود، المقود جميل جدا من بورشة. ما عندنا التطريز المتداخل هنا، وشعار بورشة الشهير جميل جدا في كلمة شتوتغارت، موقع بورشة بالكامل. عندنا ايضا هنا درايف مود بالكامل راح نشوف ان شاء الله نفصل فيه، هذا خاص في الطول وتقصر على الصوت. وهنا زر مفضله ومقللين بشكل جميل جدا الازرار الموجوده هنا. عندنا هنا الازرار خاصه في الشاشه هذه راح نشوفها ان شاء الله. وهذا هو التغيير الكبير، شال الانالوج مثل ما تشوفون، شاشات منحنيه جميله جدا. عندنا بادر شيفتر موجود من المعدن يكون مو بلاستيك. ايضا يمين عندنا في حساس للمطر، واليسار هنا عندنا الإضاءة بالكامل أوتوماتيكية بالكامل. في زر التشغيل هنا راح أفصلكم إن شاء الله فيها. هنا تقدر تحطه أوتوماتيكي مع حتى كشاف ضباب يكون موجود هنا. وهنا موجود نظام مثبت السرعة والرادار المتفاعل الذكي موجود عن طريق العصا اللي موجود هنا. طبعا للأسف يكون تحكم يدوي للسكان نفسه، مع أن في حافظات للمقاعد فتمنيت يكون كهرباء بالكامل. موجود هنا ثلاث حافظات للمقاعد. شكل التكييف غريب جدا، لو تحرك هذا ما يتحرك شيء، لكن تحرك الريش أو الفتحات اللي داخل وتعدل اتجاهها بشكل تلقائي. بدعوا الألمان في الموضوع هذا، نفس بورش، نفس مرسيدس وبي ام دبليو الجديد. بشكل عام الداخلية جميلة جدا، مليئة بالتكنولوجيا العصرية وشكلها صراحة جميل وأنيق. الشاشة اللي بالنص على طول عندك، هذه الشاشة تلفها راح تغير عندك شكل الشاشة بالكامل عن طريق انك راح تشوفها بالكامل مثل ما تشوفها الحين. راح اغير، راح تشوف شاشة النافيجيشن جميلة جدا، او تبي المعلومات بالكامل تشيل النافيجيشن، تبي مثلا الشهير من بورشة، سيارة بورشة تكون الار بي ام بالنص، او تبي تشوف مثلا هذه الجيومتري اللي هي الجي فورس والحرارة والاشياء هذه. في عندك انماط قيادة هنا، في حال انك غيرت الانماط عندك اربع انماط، سبورت، سبورت بلس. سبورت بلس راح ينزل السيارة ويخليها لنا اير سسبنشن، او معناها تكون كهرباء بالكامل، عفوا هواء. وفي عندك الافرود، الافرود يرفع السيارة اكثر ويعطيك خلوص ارضي افضل من السيارة العادية. والشاشة اللي بالنص مقاسها 12.6 انش ما شاء الله، حجمها عملاق جدا. وعندك شاشة على اليمين مثل ما تشوفها، ما تشوفها ما تلهي السايق، اذا لفيت يمين راح تكون مبينة بالكامل، فيها نفس الزجاج الخصوصية او برايفسي، فيكون على اليمين او على اليسار هني تكون اضاءتها خفيفة جدا. عندك النافيجيشن جميل جدا، بلت ان موجود داخل السيارة، وفيها نظام الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. ابل لازم توصل عن طريق السلك اللي موجود داخل هنا، تايب سي موجود. ايضا عندنا السبورت كرونو، تقدر تدش هنا وتشوف السبورت كرونو، يعطيك اقصى قوه للسياره، نفس نظام البرمجه للمحرك نفسه. وعندك صفحه الكار تدش هنا، في عندك الامبيانت لايت، عندك اضاءات ما شاء الله كثيره تقدر تختار بينهم مثل ما تشوفون. والتكييف الخلفي مثل ما تشوفون، الفنتليشن امام بالخلف تقدر تتحكم فيه بالكامل. تمنيت يكون فيه زر للاقفال اساس الاطفال، لكن تقدر تطفيه بالكامل. وعندنا هنا نظام
النافيجيشن موجود. صراحة السيستم أو النظام سلس جدا وما في لاج ولا شيء. حتى عندك صفحة السيرفس تقدر تشوف مثل آخر مرة سويت سيرفس والأشياء هذه. وباركينج تروحني سراوندينج فيو مو أفضل. أنا منصدم أنها جودتها مو قوية حيل يعني. الكاميرا هذه في كاميرا واحدة فقط تقدر تطلب 360 درجة. وفي عندك الكرونو الجميلة جدا من بورشا مثل ما تشوفون. طبعا هذه شوف هني ترى هذا تكييف يعني تكييف من فوق بارد. والجير يكون هذا هو تشوفون هذا الجير الصغير هني تقدر تنظف الكاميرات بعد كاميرا اللي وراه. هذا الجير الصغير وهني الباركينج مثل ما تشوفون. قصة التشغيل على اليسار هني قبل بورشا تشارك في السباقات فيركب السائق على طول يشغل السيارة وهو راكب ويدوس بسرعة ويمشي. فهذه ليش حاطينها على اليسار زر التشغيل. بالأسفل عندنا هنا ما في إزعاج والأشياء هذه. في زر فليشر وفي عندك هنا وهذا زر خاص للتكييف مع المسجل. صراحة أنيق جدا وقللوا الأزرار المزعجة الموجودة بالنص. عندك هنا يمين ويسار تقدر تحكم في اتجاه الهواء. هذا هو موجود. هذا يكون من بيانو بلاك. تقدر تطلب أشياء ثانية إذا كنت طالبة بيانو بلاك. يعني أفضل لك أنك حط له حماية على أساس لا يتزلق بكل سهولة. عندك هنا شحن وايرلس. أنا حط تلفوني قاعد يشحن داخل. أيضا عندك USB Type A-C عفوا وهذا هو تقدر يتسكر بالكامل. عندك هنا اثنين حاملات أكواب مع ولاعة. وأيضا هنا مكان تخزين صغير والمسكات هذه القبضات اللي موجودة بالنص. عندنا هنا مكان تخزين صغير مع إضاءة صغيرة موجودة داخل جميل جدا. وهذه أيضا تمتد تقدر تسكر وتعطيك راحة أكثر. عندنا بالأسفل هنا مثل ما تشوفون مكان تخزين مع الخام هذا على أساس تقليل الضجيج في حال كذا حطيت أغراض. وهذه الشاشة فيها شاشات مختلفة مثل ما تشوفون. يقدر يشوف النافيجيشن أو يقدر يشوف الكوكبت. وفوق عندنا في منظرة فيها تعتيم التلقائي وأيضا الإضاءات تكون موجودة هنا أو باللمس مثل ما تشوفون. وهذا عندك مكان للشماسية اللي فوق. طبعا حجمها يعتبر صغير بالنسبة لسيارة كبيرة. حتى أنها تمتد ولا لا؟ لا للأسف أنها ما تمتد. خلونا نشوف الكاين أس من الخلف. طبعا صراحة جميل جدا صوت الإكزوز. عندنا الستارة على الجنب موجودة هنا مثل ما تشوفون تكون كهربائية. تضغط زر تنزل بالكامل وتضغط الزر الثاني تصعد بشكل كهربائي ومغطية تقريبا كل الأجزاء الداخلية. في حال أنك نزلتها شوف شلون تنزل كل سهولة تنزل داخل. المناظر تكون أو الدرايش تكون عادية مو مدبلة مثل ما تشوفون. عندنا جودة المواد ما شاء الله جودتها جدا عالية. هذا الجلد أيضا مكان تخزين بالأسفل. في الخام داخل أيضا. عندك سماعات من بوز تقدر تطلب سماعات ثانية. عندك بصمة الكاين وبورشة حتى البروجيكتر موجود بالأسفل. مقعد صف الثانية تقدر تطويها بالكامل عن طريق المقبض هذا تستحل الكشن وتقدر أنك تصير مسطحة بالكامل مثل ما تشوفون الحين صارت تقريبا شبه مسطحة. وتقدر أنك تركب أشياء عندك بشكل جدا سلس. وهذه هي كاين أس من الخلف. عندنا المكيف موجود هنا على البيبلر بشكل جدا ممتاز. وعندك الكوت هانجر هنا العلاق. أيضا إضاءة LED موجودة مع المسكة هذه. عندنا نظام تكييف مفصول عن اللي بالأمام بالكامل. تقدر أنك تطلب حق اللي بالأمام يكون فيه تبريد وتدفئة. وأيضا مكان تكييف مني موجود بالنص تقدر تشغله ويكون مروحتين مختلفة يعني يسار مروحة ويمين مروحة. فيكون فور زون رباعي النقاط بالكامل لكل راكب يقدر يعدل درجة حرارة خاصة فيه. عندك أيضا 12 فولت موجود ويو اس بي تايب سي 2 للشحن ومكان تخزين صغير بالأسفل. وفي هنا أيضا مكان تخزين الشبك هذا. أكيد يكون عندنا التكايل بالنص موجودة هنا. وفيها اثنين حاملات أكواب مثل ما تشوفون وتكون حجمها مناسب. في ايزوفيكس اكيد للاطفال. في نهاية المقطع مشكورين على المتابعة ومشكورين بورشة الكويت على توفير السيارة هذه للتجربة. راح تلقون كافة تفاصيلهم تحت في وصف الفيديو. شكرا على المتابعة. ان شاء الله قريبا في مراجعات نفس هذه واكثر باذن الله. حياكم الله. شكرا على المتابعة.